أيضا في مصر وقفة تضامنية مع سوريا أمام نقابة الصحفيين المصرية بالقاهرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على سوريا. نظم الائتلاف القومي العربي المستقل ومركز الوعي العربي وعدد من القوى السياسية وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين المصرية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على سوريا. قام الجيش العربي السوري بتطويق هذه الجماعات وتكثيف منابعها، وبالتالي قامت هذه الجماعات مؤخرا ببعض الضربات العشوائية، وحين فشلت هذه الضربات العشوائية اضطرت إسرائيل أن تدخل الحرب بنفسها بعد أن فشلت كل المحاولات لإسقاط سوريا. كانت إسرائيل تريد أن تحقق هي وأمريكا نجاح أسرع من ذلك، وبما أن هذا لم يتحقق وفي الوجود نظام عربي حقيقي مقاوم في سوريا ولوجود الجيش الرسمي النظامي العربي في سوريا يقاوم المشروع الغربي والأمريكي، العالم كله يحارب في سوريا بقصد إسقاط سوريا، وسوريا إن شاء الله لن تسقط. وأكد المشاركون بأن هذا العدوان يعد دليلا على أن إسرائيل والمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا يقاتلون في خندق واحد. ما يجري في سوريا الآن لهو أمر خطير بكل المقاييس، وخصوصا بعد الضربة الجوية الإسرائيلية. بطلب من الرئيس بشار الأسد أنه هو يحسم الجماعات المسلحة، يحسم حسم كامل للجماعات الإرهابية المسلحة الموجودة على الأرض السورية المتعاونة أساسا مع العدو الصهيوني. كما أكد المشاركون أن ما يجري في سوريا هي مؤامرة لصالح الصهيونية العالمية وحلفائها، إلا أن الجيش العربي السوري يصدر ملاحم البطولة في تصديه لهذه المؤامرة الصهيو أمريكية وأتباعها في المنطقة من مشايخ نفط الخليج، خاصة قطر والسعودية إضافة إلى تركيا. دي جماعات إرهابية، وإن الجيش النظامي وشعب سوريا واقفين ضد العصابات المسلحة دي، وبنرفض تواجدها في سوريا، وبندين كل الإدانة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اللي ما رفعش سماعة تليفون أو عمل مؤتمر صحفي أو خرج يندد بأي حاجة عن اللي حصلت في سوريا من ضرب إسرائيل، وده ما يدل إن هو متفق معاهم على نفس السيناريو، إن إسرائيل بتضرب مش بأوامر إخوانية، لا ده بأوامر أمريكية إخوانية. الإرهابيين دخلوا على هاي البلد يخربوها، ولما إسرائيل شافت إنه عدوها والشوكة اللي بحرقها مش قادرين يسقطوها هذول الإرهابيين، فاضطرت إنها تساعدهم. يريدون منا الركوع، فلهم هم الذل والعار، لا يدركون أن قامة العربية السورية بارتفاعها تبارز السحاب، فكيف لجبهتها أن تلامس التراب؟ عزنا يجعل منا الأسياد، وذلهم يجعل منهم عبيد. عصام سلامة، الفضائية السورية، القاهرة.